السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايبة لكم كنز كنز فعلا كنز. بس قبل ما نتكلم، لو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. تمام، اول حاجة هنعملها مع بعض نشوف الخيوط الجميلة دي. ليه يا اميرة بتقولي كنز؟ اقول لكم ليه. لان ده خيط قطن، اولا قطن 100%، ده اول ميزه في الخيط ده. تاني ميزه، الخيط لمعته حلوه قوي، مش عارفه باينه في الصوره ولا لا، قريبه جدا من لمعه الديفا. وطبعا ده قطن 100% والديفا اكريليك. خيط للمشروعات الصيفي، هتعملي بيه لبس صيفي حلو قوي. الوانه في تشكيله الوان رهيبه. بصوا هنشوف مع بعض الالوان. ثبات اللون كمان حاجة مفيش بعد كده، هنختبر دلوقتي ثبات اللون بس بعد ما نتكلم على الخيط. تقدري تطلبيه، هقول لكم الاول هو من جروب مين. هو من جروب قطرة الندى، جروب ام احمد ميدو، جروب قطرة الندى. هحط لكم لينك الوصف، اللينك في صندوق الوصف. تمام، لينك الجروب. يعني بكرة الخيط دي فيها ميزة رهيبة، وهي سعرها. طبعا كلنا عارفين اسعار الخيط دلوقتي عامل ايه. بصوا انا مش قادره اوصف لكم جمال اللون الكحلي ده ولمعته، مش عارفه باينه في الصوره ولا لا، بس لمعته وهم يا جماعه، والله وهم. حلو قوي 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 قوي، نعومته رهيبه. طيب السعر بتاع الخيط ده حاجه ببلاش كده، يعني احنا لو هنقارن هنقارن بينه وبين البهار كمان، مش بينه وبين الديفا. البهار قطن 100%، ده قطن 100%. طيب هقارن بينه وبين البهار، البهار البكره بتاعته دلوقتي في السبعينات، ماشي، في السبعينات. وحتى بالديفا مفيش وجه مقارنه في السعر. الديفا البكره من 42 43 45 على حسب بقى الجروب اللي بتجيبي منه. لكن ده ال 100 جرام بتاعته، ال 100 جرام. طبعا انت عايزه 100 جرام 200 300 براحتك، بتتلفلك كده. الكيلو ب 165 وال 100 جرام ب 19 جنيه. يعني ال 100 جرام من الخيط ده ب 19 جنيه. الديفا الكيلو ب 450 جنيه، ده الكيلو ب 165، مفيش نسبه وتناسب في السعر. ده ارخص سعر خيط قطن في مصر. رهيب، انا انبهرت لما شفته، انبهرت لما شفته، انبهرت لما شفت الوانه. انا هوريكي الالوان كلها، وهنعمل دلوقتي اختبار لثبات اللون، لان اللون يكون ما بيبهتش. يعني عشان تبقي مطمنه تشتغلي الوان مع بعض، ماشي، تبقي مطمنه 100% للخيط اللي انت شغاله بيه. حاجه كده يا جماعه والله مش قادره اقول لكم جماله عامل ازاي. في بقى منه كمان ايه، الباتك او الجنجال. هوريكم ده درجه من درجات الجنجال اللي موجوده في الجروب. هي طالعه باهته شويه في الصوره، هي ازهى من كده، بس في اللي مش عارفه التصوير مش ظابط، مش ظابط اللون كويس. الاورنج اللي فيها زاعق شويه، مش هادي زي زي ما انا شايفه قدامي كده على الشاشه، ماشي. الاحمر بتاعه كمان يا خبر ابيض على جمال الاحمر. بصوا جمال الاحمر يا بنات ولمعته، حاجه كده حاجه كده روعه. تعالوا ان نختبر مع بعض اللون، وكمان نشوف هنشتغله بابره. نشوف الاول هنشتغله بابره مقاسها ايه، وبعدين نختبر اللون. هجيب الابر، الابره انا هشتغله بابره دلوقتي، نشوف 2.5 ونجربها فيه. ابرة 2، دي 2.75، لا انا عايزة 2 او 2.5. اهو هوريكو انا اشتغل باللافندر. وكمان حلو كل الالوان يا بنات، نفس الفتلة، نفس سمك الفتلة، سمك الفتلة اهو. ممكن اوريكو السمك مع الديفا، انا جنبي ديفا، اوريكو سمك الديفا وتشوفوا ان الاتنين سمك واحد تقريبا. طبعا مع مراعاة ان الخيط ده قطن 100% مش اكريليك. بصوا كده السمك اهو، نفس السمك. تمام، ده
اللافندر هو الخيط القطن بتاعنا، وده الديفا بقرأ هي بس مفكوك الاسم بتاعها عشان انا شغالة منها. تمام اهو. طيب هنشوف اللي طبعا مقاس الابرة طبعا بيختلف من مشروع للتاني وبيختلف من ايد للتانية، بس احنا هنختبر اللي نشوف المقاس. انا دلوقتي بجربه بابرة مقاس 2. نعمل مع بعض مربع. شايفين يا بنات والله العظيم سلس وتحفة في الشغل. جميل 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 وانا شغالة سلس حلو. الابرة مقاس 2 بالنسبة لي، بالنسبة لي لشدة ايدي مقاس 2 مناسبة لي. انت ممكن تكبري او تقللي حسب شدة ايدك انت للخيط. وهرجع تاني واقول لكم بجد بامانة اكتر حاجة بهرتني فيه سعره 165 جنيه الكيلو يا بنات، يعني ببلاش. في دلوقتي خيط بالسعر ده، ده احنا بنعاني والله بنعاني. لولاش حبة الديفا اللي عندي من قبل كده انا مستحيل هشتري بالاسعار دي بصراحة عشان ما اكدبش عليكم. اهو يا بنات 2 3 4 بعمل طبعا زي ما انتوا شايفين مربع جراني بنجرب فيه كمان عشان نجرب الثبات، يعني القطعة اللي هشتغلها نجرب ثبات اللون فيها زي ما احنا متعودين اي خيط بنختبره مع بعض بنجرب ثبات اللون. لو في اي مشكلة يعني بنقول الحمد لله بفضل ربنا. يعني وانا ليه كل مرة انسى واعمل سلسلة واحدة بس؟ اخلص. طيب انا بس ايه بشتغل كده قدامكم علشان اوريكم اللي السلاسة في الشغل، مش بشتغل علشان يعني انتوا عارفين كده كده اللهم صل على كامل النور، كده كده انتوا عارفين يعني مربع الجراني بيتعمل ازاي. ولو في حد مش عارف موجود لي فيديوهات على القناة. هشتغلها شوية كبرها شوية ونرجع مع بعض علشان نختبر ثبات اللون بتاعها، يعني هشتغل قطعة بحيث ان هي يبان فيها ثبات اللون. اشتغلها شوية سطرين كمان وارجع لكم. طبعا اللي متابعين معايا الحاجات اللي بنعملها دي ان انا دايما بجيب الخيط واغسله كده في الليف عشان نشوف بيبهت ولا لا. ادي قطعة المربع اللي انا عملتها اهي ماشي، وادي المية ونحطها كده وزي ما بيقولوا كده قبل نظيفة القطنة ما بتكدبش تتشرب المية كويس. طبعا باينة المية اهي باينة تمام اهي. بصوا بعصرها وبسيبها وكده نغسل ونمرش كده مع بعض ونشوف اذا كانت بقى القطعة المربع القمر بتاعنا ده هيوبر هيبهت هينزل لون اهو من غير ما نتحرك. شايفين المية صافية ازاي اهو ماشي. نجيب لون تاني طبعا بس مش هشتغله بقى ماشي، ناخد جزء كده من فتلة مثلا وليكن اللون ده عشان اللون ده تقيل ناخد منه. انا كده هبوظ الخيط بتاعي بس مش خسارة فيكم. ناخد منه فتلة بس كده وننزلها معاها في المية اهو. طبعا ثبات مفيش بعد كده شايفين اهو اهي. ونعصرها كده شايفين المية اهي رايقة. ودي اهي اللافندر بتاعنا اهو. القطعة اهي ما شاء الله ولا اي حاجة ولا توبيرة. لو هي هتوبر هتبص تلاقيها شعرت من المية
ماشي. الخيط بامانه يستاهل اكتر من كده بكتير. مش هنقارنه، مش بقارنه يا جماعه بالديفا، بقارنه بالبهار اللي ب 75 جنيه البقره ماشي. ال 100 جرام في البهار ب 75، ده قطن 100%، وال 100 جرام ب 19 جنيه. يعني لو هنقارنه بالديفا او حتى بالكوتون جولد، الكوتون جولد الستوك منه ب 48 جنيه ال 100 جرام، الستوك منه ب 48 جنيه ال 100 جرام الكوتون جولد اللي هو 55% قطن، مش فيه مش 100%. خلي بقى دي كده قدامنا كده في الميه تمام. ده 100% قطن، ال 100 جرام بتوعه ب 19 جنيه. يعني هتشتغلي بقى صيفي وتشتغلي مشاريعك براحتك، ملابس، مفارش، اي حاجه، امبرومي، اي حاجه. بصوا عايزه اوريكم كمان حاجه، المنت جرين بتاعه وهم وهم. هو في الكيس ما طلعتهولكوش لسه، هو والزيتي. بصوا الماتشنج ده، المنت جرين بتاعه رهيب، في لمعه خفيفه كده، يا رب تكون اللي الكاميرا مبيناها. وادي الزيتي بتاعه. عايزه اقول لكم يا بنات بجد، ربنا يبارك لك يا فايزه، ربنا يبارك لك بجد على 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 امانتك، وعلى ان الخيط فعلا يستاهل اكتر من كده بكتير قوي، يستاهل اكتر من كده بكتير. بصوا بعد ما نقعنا البتاع في القطعه في الميه كل الوقت ده، الميه رايقه وصافيه ازاي، ولا نقطه لون نزلت. معنى ذلك انك هتشتغلي الالوان براحتك وتعملي الماتشنج وتحطي الالوان اللي انت عايزاها مع بعض، ومفيش لون هينزل على لون، واللون بتاعنا ثابت مفيش بعد كده. تسلم ايدك يا فايزه، ربنا يبارك لك. وهرجع واقول لكم تاني يا بنات، الخيط على ضمانتي على ضمانتي على ضمانتي، مفيش بعد كده في جماله. ال 100 جرام ب 19 جنيه، الكيلو ب 165 جنيه تمام يا بنات. لو في اي سؤال عاوزينه سيبوه لي في الكومنتات، وان شاء الله بامر الله ارد عليه، وان شاء الله هحط لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.